صراحة. الكرة خطيرة، بونافنتورا جول، بونافنتورا جول جول جول. جاكومو بونافنتورا في الدقيقة 39 يسجل فيورنتينا أول أهداف في اللقاء ويصل إلى هدفه الثامن بونافنتورا في هذا الموسم في الدوري الإيطالي. لكن شوف الكرة خطيرة كانت، كاسترافيلي إلى جاكومو بونافنتورا، يسحب أوجيلو، يركن كرة باليسار على يمين حارس المرمى سيموني سكوفي، ويتقدم للفيولا بهدف المباراة الأول قبل نهاية هذا الشوط في توقيت مهم جدا. شوف السحبة من جانب بونافنتورا والركنة، والكرة استغل فيها تقدم سيموني سكوفي ويسجل بالتالي هدف المباراة الأول لمصلحة فيورنتينا. هذا بونافنتورا 8 أهداف في السيريا هذا الموسم، أفضلية لكالياري والعرضية الممتازة خطيرة. جول 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 جول، هدف التعادل لكالياري، الروسو بلو يسجل في الدقيقة 63 يسجل دي يولا. هل كان متسللا دي يولا؟ لا أعتقد ذلك، ربما لم يكن متسللا دي يولا، لكن دعونا نشاهد ونتابع هذه اللقطة. كرة دي يولا، نعم كان متسلل، دي يولا. لحظة خروج الكرة كان متسللا دي يولا. إذن هدف سيلغي حكم مباراة بلا التسلل أليساندرو برونتيرا. لكن بانتظار قرار النهاية من جانب برونتيرا، بانتظار القرار النهائي من جانب الحكم أليساندرو برونتيرا. أليساندرو برونتيرا في الإعادة واضحة التسلل، إلا إذا كان طبعا طاقم تحكيم الفار من زاوية أخرى. هذا هو توماسو جوليني رئيس نادي إيطاليا، لهدف يحتسب، محاولة تسديدة خطيرة. جول 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 جول، سجل كالياري هدف المباراة الثاني، موتاندوا فعلها، فعلها الصغير الزامبي موتاندوا صاحب 21 سنة. يا الله، سجل موتاندوا هدف في توقيت قاتل في الدقيقة 85، أول أهداف هذا الزامبي الشاب موتاندوا، يسجل هدف ثاني. الكرة ضربت في القائم الأيسر، أكمل الطريقة في المرمى، احتفل مين قدك يا رجل، احتفل يا موتاندوا، هدف ثاني. نعم لكالياري، يقلب تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين. شوف كرة موتاندوا، استلمها تحرك ويضرب كرة في البعيدة، في الزاوية البعيدة راحت يا تيراتشانو، غنت في الشباك، غنت في المرمى، وهدف ثاني للروسو بلو كالياري. الله يا موتاندوا، شوف هذا صاحب 21 سنة كينغسون موتاندوا يسجل هدف ثاني. ترسلي الأمام خطيرة، التعادل، جول جول جول، سجل التعادل نيكولاس غونزاليس، يسجل هدف التعادل لمصلحة ليفيولا في الدقيقة 89 نيكولاس غونزاليس يهرب من الدفاع ويسجل في شباك سيموني سكوفي هدف التعادل في المرمى الخالي تماما. نعم يسجل نيكولاس ويصل هدف 11 هذا الموسم في الدوري الإيطالي، يسجل في غفلة من دفاعات نادي كالياري. شوف يهرب من يري، يشعر بالخوف، تقدم أرتور، والهدف، لفيورنتينا، الهدف الثالث لفيورنتينا، ومعها تأتي صفرة أليساندرو برونتيرا بانتصار صعب لليفيولا على كالياري في 3-2 مقابل هدفين هنا في ساردينيا أرينا.